يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. والحقيقه في كواليتي كده للبعض من الضيوف ما بيحتاجش مننا تقديمات كبيره لان هم نفسهم كبار. احنا بنتكلم على قيمه وقامه. كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي الاسبق ونجم شاشه قناه النادي الاهلي، صباح الفل عليك وسعداء بوجودك، اهلا بيك. صباح الفل عليكم والقيمه والقامه حضراتكم طبعا، ربنا يعزك وبقيه كل الذي ينتمي للنادي الاهلي وجماهيره الحمد لله. كابتن شريف، يعني على المستوى الشخصي انا سعيده جدا بوجود حضرتك، وانا يعني حضرتك من الناس اللي انا بحبها فعلا. الدنيا كلها بتحبك. لا والله الناس اللي انا بحبها، وفي ناس كده بجد تشوفهم تنبسط من غير ما تتكلموا، فبجد ان شاء الله تبقى فقره جميله وفي محاور كتير قوي انا وكريم هنكلم حضرتك فيها. ونبدا بالدوري الحالي وسؤال كده مباشر، مستوى الاهلي حاليا في الدوري الحالي، مش هنتكلم بقى اللي فات خلاص. مستوى الكوره في العالم كله مش الاهلي بس، الحاله اللي بيمر بيها العالم كله من كره القدم خصوصا، يعني من حاله الكوفيد اللي هي بتحصل دي، عدم استقرار لكل الاجهزه الفنيه في انها توصل بالفرق بتاعتها للمستوى الاول للاعبين اللي هم بنعتمد عليهم في الاول من اول مباراه، اللي هو بيقول الشكل الاساسي اللي بيعتمد عليه اي مدير فني او اي نادي اللي بيستقدم معاه اذا كان عنده فلوس كتير، يعني يقول لك يا تصرف فلوس يا تصرف نظر. فالناس كلها بره صرفت الفلوس مستنيه بقى الريزلت او مستنيه النتائج. حلوه الجمله عجبتني. قلتها في يعني بيتكلموا على الفرق الصغيره والفرق الكبيره، كله بيصرف بس على حجم الصرف بتاعه. فانت ما ينفعش تبقى بتصرف كل اللي عندك وبتهتم باسعاد الجماهير بتاعتك وتقف على مستوى الاول طبعا للمؤسسه بتاعتك، مؤسسه كبيره جدا، وبعد كده يحصل اي اختراقات ليك تعطلك بقى، اذا كان الكوفيد مثلا، اذا كان الحكام، ايوه لسه هنيجي، اذا كان تنظيم الشكل بتاعك، الحسد بتاعك انك رايح تلعب في كاس العالم للانديه يقول لك ما يروحوش وهيرجعوا مش عارف ايه، اي حاجه بتحاول توصل انها تاخد منك. طب ما انت تاخد مني من حيث انا انتهيت، تاخد مني انا بشتغل ازاي، تاخد مني انا هنبقى منظومه واحده كلها تجاه البلد. طب هو ليه في ثقافه التكسير لو انا مش قادر ابقى زي النادي اللي بنتكلم عليه ايا كان مين هو، ليه اكسر فيه؟ لانه هو مشوش، يعني هو لو يعني شغال على مصلحته بس وما بيبصش حواليه غير لمصلحته بس هيبقى كويس قوي وهينافس وهيبقى يمكن هو كمان الاول. انما لو طول عمرك بتبص على اللي جنبك او طول عمرك مش عارف تبقى زي اللي جنبك او مش عارف يعني تحذو الحذو اللي هو الطبيعي، انا مش عارف اطلع له فبحاول انزله هو مش عارف اقولها كمان، يعني ثقافه موجوده كتير للاسف. وبعدين السوشيال ميديا كتر خيرهم، في ناس يعني عايزه تبقى موجوده على الساحه وعايزين يجيبوا اخبار من هنا واخبار من هنا واخبار من هنا. حاله الشناوي مثلا في الاعتراض والايقاف والكلام من ده، واخده من كل واحد يقول لك ايه، خد اربع ماتشات، شالوا الاربع ماتشات، قاعدين يلعبوا مرجيحه بالناس. والناس في الحاله اللي احنا فيها في قاعدين في البيوت معظمهم 80% قاعدين، والباقي بيجري يعني بيشوف حاله وشغله مش هيقدر يقعد في البيت. انما حتى لو راح 10 دقايق ورجع بيبقى عايز يتفرج على حاجه، الحاجه اللي المعلومه اللي بتروح له تبقى معلومه دلوقتي بعد ثلث ساعه تلاقيها غلط، بعد ربع ساعه تلاقيها بتتجدد لمعلومه ثانيه. فخلاص بقت الحكايه كلها دوشه في دوشه ودوشه، وبتاثر على صاحب القرار، بيلاقي فيه هجوم ويلاقي فيه شكل، وازاي انت عملت كده يا راجل؟ احنا جبنا هدف من غير ما نخش في الماتش اللي فات ده، لو مش عارف اتكلم مع الناس ازاي، كوره خبطت وطلعت لفوق الديفندر، انا هشرحها لك. بص يا كريم ببساطه، الديفندر تنازل عنها لانها بتاعته كانت، الراجل عمل تيكوف زي الطايره عشان يدي بايده بالسماتش، الراجل ده طلع تيكوف وهو رايح، راح التاني ساند عليه بيعطله كمان، يعني في فاول كمان ضد المدافع، والتاني رفع رجله في وش لو هتوقف الصوره كده، وهتلاقي الراجل بيحط كوره جون وهو بيقع بقى، هيقع فين؟ على اللسان التحت عليه وعامل له كده ووقع كده، فاضطر يقع، وكان كمان الاثنين هيتعاروا بسبب الراجل اللي هو عمل محطه الاستناده دي عليه انه مش قادر يطلع ياخد الكوره. اللي بيجنني انا ان اللي بيفتوا والراجل الحكم واقف جنبها وادى جول والفرقه ارتضت بالجول والحارس المرمى عارف انها جول والدنيا كلها عارفه انها جول، وفجاه يطلع لي واحد لسه موهبته قليله جدا
في التحكيم محطوط على الفار يقول لك استنى 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 استنى. احنا يمكن معانا هي كابتن شريف على الكاميرا ده لو خد لو خد فار ايه اللي انت تروح له ده؟ واول ما بيعمل كده اعرفي ان في حاجه. يعني هي فعلا يعني طبعا أنا مش هنتكلم باسمنا بس هي كل الناس بتقول هي ما كانتش محتاجه فار. الشكل ده يبين لك ان احنا بنسند على المدافع، المدافع مش عايز يطلع. يعني هو لما يطير لفوق وبيدخل جول هيثبت حضرتك الكوره عاليه، المدافع تنازل عن حقه. ما هو طبيعي مش عايز يطلع فوق. تحت يا جماعه مش عايز يطلع مش عايز يطلع لفوق، فلقى واحد طالع راح عامل له الحركه اللي بتحصل كلنا دي مين؟ الاستناده علشان عامل له كده. طب ما هو ما قدرش يطلع، الراجل بتاعنا اللي طلع او الراجل بتاع الكوره دي سيبك من النادي الاهلي. بس كثر الحديث في الفتره الاخيره عن هيفضل بص الشكل ده هتفضل الشكل ده العدم الخبره واللي ما لعبش كوره واللي ما كانش في الموقف ده كذا مره والحكايه دي هيبتدي يقول لك ايه؟ لا اصله اما تيجي تتكلم كابتن اصله سند على ايديه واضح لا حضرتك ما لعبتش كوره اصلا عشان تقول لي سند على ايديه ولا اصل الشكل يعني شكل ايه؟ شكل الكرة جول واللي يغيظك بقى التعليقات اللي هي بعد الحكايه بعد ما الجول اتلغى اللي كان داخل فيه جول وكلام من ده وما اعرفش ايه قال لك ما هي فاول ده كله ارتضى انت فاهمني قصدي والكوره راحت نص ما والحكم واقف بينه وبينها 5 سنتي يعني 5 متر بالظبط ده واقف جنبها اول كرة يقف جنبها عندك بقى ضربه جزاء لبواليا كرة بالعرض الراجل نامبي على البتاع فرعت معديه الدنيا كلها ما جابوش سيرتها خالص ولا الفار ده اتكلم من بره طبعا في مش هقول لك نظريه مؤامره ولا حاجه انما نظريه انا ازاي اعطلك باي شكل ما هي كده بقت مؤامره انا ما اقدرش اقول كده لانها لو كده تبقى كارثه يعني الحكايه دي لو كده لا علي العوض مش اول مره يعني كابتن شريف ما ده حصل قبل كده احنا ما بنتكلمش حتى تحديدا على ده ولا الاهلي لما طلع تصريح مع كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو او الخطاب يعني ما كانش بيتحدث عن هذه الواقعه بذاتها هو تحدث ان ده حصل كتير جدا قبل كده مع الاهلي وحرم بالظبط حرم الاهلي من بطولات كتير بيجيب لي 5 حكام ما اعرفش عنهم حاجه مع ان بيقول لك في الدرجه الثانيه يعني الدرجه جريشه والناس دي كلها بتحكم الزرقاء مع الترسانه مش عارف دول حكام دوليين بيروحوا يحكموا طب ما لو في خطه ممنهجه لتعطيل الاهلي مش هنقول مسميات تانية هو الكلام ده بيصب في مصلحه مين؟ هل فريق بعينه من الفرق المنافسه؟ هل من مصلحه حد ان المنظومه الرياضيه عموما يبقى تخترق بهذا الشكل الغير مسبوق؟ هل من مصلحه اي حد ان يبقى الحق ما بيروحش لاصحابه؟ بقول لك ايه؟ احكي لك بصراحه انت ايه رايك في الزمالك اليومين دول؟ كويس قوي مش محتاج لعيبه بتلعب عندها مقاومات عندهم فرقه كويسه جدا شغالين زي الفل خلاص بقى هم ناس عارفين دلوقتي السكه عندهم مدرب كويس قوي ولعيبه كويس قوي شايفين بيشقوا طريقهم كويس جدا ويبقى هنا حق المنافسه جميله انت ليه بقى بتحط لي حاجات تخليني انا اسلك السلوك ده معاك واشتكيك واروح وعايز حقي ومش عارف ايه ليه؟ من احنا مش سامعين على اي حد تاني بيتكلم في اي حاجه. طب ايه ارجعك للماتش بتاع حلمي طولان 3 ضربات جزاء اللي ما حدش اتكلم عنهم انت تقول لي احنا مش في نظريه احتمالات مش هنقول طيب خلينا يعني خلاص هننتظر ايه اللي هيحصل ولكن كويس جدا ان احنا برضو اخذنا هذا الموقف يعني لازم كده بيجي وقت الواحد بيقول كفايه يعني احنا يمكن سكتنا قبل كده كتير لكن فعلا دلوقتي كفايه وزي ما احنا قلنا حتى حكام دوليين تحدثوا ان الاهلي ظلم في قضيه تحكيميه مؤخرا احنا فرقه مستفزه احنا فرقه مستفزه بناخد الدوري قبلها ب8 اسابيع معاكم حق على كل حال يعني خلينا نبص فيما هو قادم كابتن شريف وقرعه كاس العالم للانديه وعندنا مواجهه هنا الدحيل القطري فخلينا نشوف من هنا البدايه وجهه نظر حضرتك ورؤيتك لهذه المباراه بصي دايما الاهلي ما تخافيش عليه لما يلعب مع بايرن ميونخ يلعب مع الدحيل يلعب مع الفرق الكبيره فرقه كبيره جدا واخده الدوري السنه اللي قبلها السنه دي هي الثاني في البطوله هناك عندهم عندهم 4 محترفين جامدين جدا بس الاهلي لما بيلعب مع الفرقه دي بيبرز كل امكانياته الاهلي لما بيضغط بيبان التركيز وبيبان امكانيات وفرديات اللعيبه الاهلي لما بيبقى مركز تماما وفي معسكرات تبقى فرصه الاهلي لما بيبقى فيه عداله تامه وفير بلاي اعتقد ده تول بي يعني كم يعني في البطوله ان شاء الله يعني المفروض
ده الاهلي ما تخافش عليه. الاهلي زي ليفربول هنا في مصر. لما بيلعب الدنيا كلها بتقعد تشجع، الدنيا كلها بتقعد تتفرج. طب لما يكون المنافس بقى خليجي، ويمكن احنا الفرق المصريه بشكل عام ما لهاش احتكاكات كتير بالفرق الخليجيه، وفي بعض الاحيان ممكن تبقى خلفيتهم الى حد ما مجهوله. لا بس احنا بنتفرج دلوقتي على كل على السعوديه والامارات والحتت دي كلها، لان البطولات بقت، كاس العالم قربت، التصفيات، البطولات بقت مشحونه جامد جدا. في عوامل مواهب كبيره بنسمع عنها راحت للبلاد دي دلوقتي كذا محترفين، بتروح تشوفوا هنا طب كان بيعمل هنا في اسبانيا ايه، وبيعمل ايه هنا دلوقتي. في الملاعب بقت موجوده في البلاد العربيه من زمان، حاجه سحر انك تلعب على السجاد ده طبعا. الجو كله مهيئ ليك، العدد القليل اللي عندهم هناك، فعاملين مساحات تخليك تحب تلعب، الادوات عندهم كويسه جدا، بيقترنوا بالغرب بشكل سريع جدا، وبينفذوا بالحوافز، وارتباطهم بالفيفا، وارتباطهم بالاتحاد الاسيوي، وارتباطهم بيك، وفرج عليك لما الاهلي كسب قد ايه الامارات فرحت، وقد ايه الدنيا كرمتك، وقد ايه كل ما ينتمي الى الفانيلا الحمراء، او لو كان اي حد تاني كسب برضه كان هيبقى بنفس الشكل، بيحبوا مصر، بيحبوا الشكل، ما احنا كمان نفس الشكل، احنا بنحب نتفرج على التقدم اللي هم بيعملوه في كل حاجه. يعني في لما تلاقي حته منوره كده وبتعمل كل حاجه كويس، انت غصب عنك هتتفرج عليها. دي شكل الجيم حلو، هي عدم الجماهير بس اللي مخلينا كلنا ايه، النقطه اللي انت اتكلمت فيها، يعني احنا بنشوف الحاجات دي، هل احنا بنقلب كده ومع عدم الجماهير دي؟ انا امبارح اتفرج على تشيلسي وليستر سيتي، مفيش جمهور وماتش جامد جدا، مش حاسس ان يعني الجول بيخش، اتنين ثلاثه بيسقفوا يعني، عاملين ايكو ساوند على طبعا على الايكو ساوند ده موجود علشان اهميه الجمهور للعيبه، فهو طبعًا بيحاول يعوضه بحاجه يعني تكنولوجيا. في مسرح من غير جمهور؟ لا طبعا طبعا 100%. بتدي تدعيم اكتر للعيبه، بتحركوا اكتر، بيحسوا بالغلط والصح، بياخدوا المكافاه، حكايه بس ربنا يسهل الشهرين دول وتعدي ونرجع تاني للشكل ان شاء الله. احنا هنستاذنك يا كابتن شريف، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مره ثانيه. اتفضل. ما زال معانا يعني ضيفنا العزيز جدا كابتن شريف عبد المنعم. انا مش عارفه اقول ضيف ولا زميل ولا صاحب بيت صاحب استوديو ولا صديق ولا ايه. كريم خد بالك، يعني كل واحد عايز يقعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه، انت ما تمجدش قوي يعني. لا والله العظيم ضيف عادي جدا. لا مش ضيف عادي ولا حاجه، عمري ما كنت مكان كابتن شريف عبد المنعم عادي. لا كلها عايزه تقعد على الكرسي. انا بقول لك انت والله حبيبي العظيم، ولا في حبيبي من ايام واحنا قد كده. يا باشا تنور الكرسي، اقسم بالله والله مش الكرسي، الاستوديو كله يا لك، الدنيا كلها عايزه تقعد على الكرسي ده. هو فاهم ولا انا مش عارف؟ عارف ما فهمناش، بس مش مشكله. ربنا يخليك كابتن شريف. خليني بقى اروح مع حضرتك ليه تحليلك شويه ورؤيتك لفكره هنا. احنا ابتدينا يعني مثلا، انت حضرتك مثال، الدوري اللي فات احنا كنا بنخش نخلص من اول دقائق تقريبا في الماتش، ده كان نظام الاهلي. اتاجل شويه بقى الفوز في كذا مباراه مؤخرا، وفكره ان احنا حتى بقينا ننتظر للشوط الثاني. وجهه نظر حضرتك ده راجع لايه؟ ان احنا بقينا بنبحث دايما على الهدف الاول، فكان اكثر مباراه ثلاث مباريات دلوقتي اهو. في تفاوت في انهاء الهجمه في الفتره دي، في وجود عناصر بتبقى موجوده وبعدين اجي ما الاقيهاش موجوده في المباراه اللي بعدها، في دخول عناصر تتميز. واحب دايما عندنا الكوره حاجه في الكوره يقول لك تكسبه العبه، يعني بقى لعب اخر 60 دقيقه واخر 40 دقيقه بفرقه معينه عملت له الشكل اللي هو مبهر بالنسبه له، ادته اداء ونتيجه وكل شيء، يقول لك طب ما ابتدي بيهم المره الجايه. حاله كل يومين ثلاثه ماتش دي عنده، عايزه حاله تدوير للاعب نفسه، ما تعرفش عضلاته بقت عامله ازاي. اديك شفت وليد سليمان جاب جولين في الماتش اللي قبله ونزل، طبعا كان خطا جدا ان هو يكمل او يلعب المباراه دي، جاله شد في رجليه. فالحالات دي هي اللي بتعمل عدم اتزان. لاعب قاعد بره كان متعود زي محمد شريف ان هو بيلعب، فجأة ينزل يجي بواليا فيحصل حالة نفسية، يقول لك هو بواليا جاي عشان يقعدني انا ولا جاي. الحاجات دي بتحصل بين اللعيبة. هو بالمناسبة على ذكر بواليا، انا بقولها لك عشان الدنيا بتتكلم كده يعني. طبعا ما عندناش ده، انما
دخول بواليا ودخول نجاح بواليا، نجاح لمحمد شريف اللي الناس مش فاهماه، لان هيجي في وقت من الاوقات انت في بطوله كاس العالم دي هتحاول تلعب باثنين راس حربه مش واحد بس، هتبقى عايز محمد شريف وعايز بواليا والاثنين هيلبنج لبعض، والاثنين مع تعديل شويه في 4 2 3 1 دي تتغير لحاجه ثانيه، هتلاقينا مع الفرق زي بايرن ميونخ ان شاء الله في اي حد هتلاقي نفسك بتغير غصب عنك الطريقه، انت مش تلعب ديفندر بحت قدام وسيمه الراجل الموسيماني ده اللي انا بقدره جدا وبتكلم عنه، ان الراجل ده بيفهم كوره كويس قوي ولسه مع الدنيا كلها ماشي، يحصل له دروب يحصل منه تعادل او اتنين مش ده المستوى بتاع قيمه فيه، بس ده طبيعي دي كره قدم يعني، خد بطولتين فعلا مش بلاي ستيشن، بطولتين يعني. خدهم ازاي ما خدهمش ازاي، او بطولتين محطوطين في عندي في النادي هنا مكتوبين على اسمه، بيشتغل كويس قوي، كل اللي شغالين معاه بيشيدوا بيه، فمش هو الشكل اللي هيستحمله لوحده يعني، انا مش هحمله الحكايه ان انا مش عارف اجيب جول في اول تايم او اول هاف تايم او الشوط اي حاجه، دي مسؤوليه مدير فني، لا دي مسؤوليه لاعب بقى، مش بشكل ضغط على المدرب المدير الفني لما يلاقي ان في توجه عام عند ناس كتير قوي بملحوظه معينه متكرره، هو ليه الاهلي بيضطر يستنى للشوط الثاني عشان يحرز اهداف، دي ممكن تخليه يغير حتى خططه في المستقبل ولا مش بالضروره؟ لا دي يخليه يعمل اكتر تعليمات، اكثر بيبقى عنده يومين بس بيعمل تاكتكس على ريبيت للي حصل في الماتش اللي قبليه اذا كان نظري واذا كان عملي، فبيبقى بيجي نتكلم ليه انت في الماتش ده ما جبتش جوال، يجي لي محلل اداء وياخده على جنب مع المترجم يمسك اللاعب زي بواليا ده، انت بتستلم دايما وظهرك للجول، لا لازم تبقى بتستلم بشكل تاني، ده الاشياء اللي هي بتعدل في الماتشات اللي بعدها، دي الحاجات اللي هي مطلوبه، انا بتكلم لان لعبت كوره وانا بتفرج عارف الدفوهات فين، وفي لعيبه بتتعب يعني، هو ده قفشه اللي احنا اتفرجنا عليه من كام ماتش فات واللي نزل غير النتيجه، في لعيبه عضلاتها بتتعب وفي لعيبه النيرف بتاعها بينزل، ومش معقول علي معلول هياخد بقى يعني حرام كمان يعني، أيوة لازم كمان محمد هاني الناحيه اليمين تشتغل شويه، ولو ومحمد ما كانش موجود بيحاول اكرم توفيق بيحاول بيكهام كمان مش حتته، هو يعني لعيب كويس قوي بقى في الديفندر مكمل لنص الملعب، لعيب هايل على فكره، وعشان كده احنا جبناه، هو اصلا جاي في الحته دي، انما انت ما تسند لاي حد حته ما تقللش من شانه، بالعكس ده هو بيعمل هيلبنج بيعمل ما بيديش 70 80% انت عايز منه 60% مش 70 80%، انما الحته دي تتقفل دفاعيا، ده اول مفهوم ليا في حكايه الديفندر اللي ورا او الباكات اللي بيبقوا موجودين، عندك ناس يعني ناس ثبتة المستوى زي ايمن اشرف مثلا علي معلول بيبقوا محتاجين بقى العناصر اللي قدامك كمان معاهم تكمل، انت محتاج كمان نيرف بس زياده او تركيز مع عدم ضغط نفسي ان انا لازم اخلص الماتش دلوقتي، زي احنا كان عندنا حاجه ويمكن هقفل النقطه دي خالص، زمان قبل ما نيجي نازلين الملعب الكوتش الماتش يخلص بعد مش قبل كبيركم 10 يعني لازم يحسم من اول 10 دقايق محدد المسؤوليه انت نازل لازم تجيب جون في اول 10 دقايق بلعب يا كريم انا هون نلعب ماينس 2 ابقى نازل حاسس ان انا مغلوب 2 حتى لو خطه يعني دفاعيه الشوط الاولاني او هجوميه كابتن شريف ما بتفرقش لازم تخش تجيب جول في اول 10 دقائق ما خلاص انت شكلك الطرحك في الملعب تدوير الكوره الباس السليم ما اعرفش ايه الاطراف بتعدي لازم الدخول التوغل مسانده من نص الملعب للفراوده هو ده خلاص اسلوب لعبك بناء على كل اللي احنا بنلعب بيه فاللي انت بتقولي عليه ده خلاص الناس حافظه كل الدنيا حافظه حتى انت حافظه بيلعبوا ازاي مش عارفه تمسكيهم أيوه. لانهم عندهم تايمنج في الاتاكينج مش على طول عشوائي طيب بناء على كل ما سبق ذكره كيف ترى فرص النادي الاهلي في مونديال كاس العالم عدي بس المباراه الاولى وعدي المباراه الاولى هي بالنسبه للناس بتلعب على ارضها هناك بقت الحكايه 50-50 لا هقول ان النادي الاهلي اكبر شعبيه في الوطن العربي كله بس لحظه المباراه دي انا حالتي ايه؟ لعيبتي ايه؟ لو لعيبتك جاهزه وكل حاجه والدنيا بيس وما اعرفش ايه تلاقي ماتش زي ده طلع 3-2 3-1 حاجه كده هتلاقي كومبيتيشن طف يعني هم لن يقبلوا الهزيمه بسهوله وانت لن تقبل الهزيمه من اول مباراه
فانت ضمنت دلوقتي ماتش جامد يعني، ماتش مفتوح يعني. مش طيب خليني كده برضو اروح مع حضرتك وقضيه هنا الشناوي، لان احنا برضو معلش في اربع ماتشات كده مفروض ان هو مش هيكون متواجد فيهم، واحنا داخلين على ماتشات وكاس عالم، فاعتقد برضو الماتشات دي كانت ممكن تكون مهمه جدا ان هو بتدي تدريب وغيره وغيره. المشهد بقى كده في حراسه المرمى تحديدا بتشوفه ازاي؟ لا ان شاء الله الموجودين على مستوى عالي جدا، والثلاثه بيتمرنوا تمرين واحد، ومصطفى شوبير يعني مش هتحس بغربة. لكن عايز اتكلم في حتة ان انا لما اروح للحكم فريندلي كده اقول له كابتن كابتن مش عارف ايه، تروح باصص لي يعني انت نيتك وحشة قوي معايا كده يعني. لا وبعد المباراة يعني انت ايه النية دي؟ مش اثناء المباراة ايه النية يعني دي؟ وانت لو في حاجة وانا اسأت ليك في اي حاجة كنت طردتني، كنت اديتني انذار ان انا عملت اي حاجة مشينة ضايقتك قوي، او أيوة. او حاجه مش مفروض اي حد يعملها، ولا خد انذار ولا كتب ولا اي حاجه كتب في التقرير أي حاجة بعد انتهاء المباراه. والله اعلم حد بقى ازاي انت ما عملتش ما. ازاي انت ودى الراجل في حته ثانيه. انا سمعت ان لجنه حكام وقفت الحكم وقفت الفار، عملوا له هو في كل الاحوال احنا نتمنى يعني ان النهارده ازاي يعني ده دبل فولت يعني ده انتوا حاسين ان انتوا اخفقتوا مع الاهلي وفي نفس الوقت ودلع وبتعاقبوا الاهلي كمان بعد وايه النيه ده الحكام كلها الجمال تلاقيه طول الماتش بيبتسم. طب هل ممكن تكون يعني اخبار مسربه اللي حضرتك بتقولها دي لتهدئه الراي العام على الواقع ما فيش حاجه حصلت ولا ايه؟ وارد خلاص في نيغوشيشن بقى يعني بتحصل بيننا وبينهم وهم ناس وناس في اتحاد الكوره لسه الصوره يعني على قدر كبير جدا من التفاهم وعلى قدر كبير قوي ان هم يمشوا الحياه في مصر بيس يعني الفتره دي خصوصا يعني. فهم لا مش عايزين نتوهم ان الحكايه ضد او مع او انما اكيد في حاجات بتبقى ساعتها الدنيا زي الجولده كده، انما بعد ما تقعدي وتتفرجي والاراء تيجي وانا اخد ورايك وانت تاخد رايك الدنيا بتهدى. نتمنى يقول معاك حق، يقول لك معاك حق الراجل كان نيته سليمه يعني ما كانش معاك وممكن حكايه الامال تندل. معقوده كلها على ان اتحاد الكره يعيد المنطق الى نصابه الصحيح النهارده ان شاء الله. طيب احنا وفي وجود حضرتك معانا احنا كنا سالنا النهارده في بدايه حلقتنا سؤال لكل الناس، تعرف دايما المراحل السنيه المبكره الواحد لما بيقرر ان هو يشارك في رياضه معينه مش بالضروره يستمر فيها، فكان سؤالنا ايه الرياضه اللي كان نفسك تمارسها وانت طفل صغير؟ وجبت لنا طبعا الكثير والكثير. احنا قبل ما نبدا ايه رايك نسال كابتن شريف لو ما كانتش كره القدم يبقى ايه الرياضه اللي كان نفسك تمارسها وانت صغير غير الكره؟ انا مارست جميع الرياضات الحقيقه كله، بس ايامنا احنا ما كانش في نافذه على العالم تحببك في رياضه بالعين الا كره القدم. انا كنت على طول بتفرج على كره القدم، على طول بسمع كابتن لطيف، على طول كان بيشحننا، على طول نفسي ابقى لعيب كوره، على طول بلعب في المدرسه في دوري الفصول، على طول بلعب في دوري المدارس، على طول في المنطقه انا كنت ساكن ورا الاستوديو هنا في العجوزه، فعلى طول بنعمل ماتشات، على طول في بطولات، على طول انا ناس معجبه بيا. فما خيالي ما راحش لا حاجه ثانيه غير ان انا نفسي ابقى لعيب كوره وطيار. أوكي. انا كمان كان من احلامي اكون طياره. والله شفت بقى الكيمستري الحلوه دي. طيب هاني صالح من اوائل الناس اللي بعتوا لنا اجاباتهم، بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، يا رب كاس العالم للانديه تكون اهلاويه، كان نفسي قوي العب تنس ارضي وكره سله. واحمد السيد كان نفسه يلعب كره السله بيقول ان هو بيحبها جدا. فرانسيس رودي التنس، وربيع عبد الغني كره قدم، الحسين علي عطيه سكواش او جولف، ومحمد ابو النجا صباح الورد والياسمين على الناس الحلوين كره القدم وكره السله، واسلام اهلاوي كان نفسي اطلع لعيب كوره بس الظروف. سعيد مهران كاراتيه او تايكوندو، محمد سعيد ملاكمه وكاراتيه وكره قدم. هتلاقي على فكره معظم الاجابات برضو واحده في رياضات كده بتكون هي المستحوذه يعني على الناس. أيام بروسلي لما نزل وعمل طبعا خد وقت جامد برضو طبعا طبعا سباحه وركوب الخيل، حلوه ركوب الخيل دي برضه. عمرو سيد تنس، ومحمد اهل محمد علي السباحه، حمادي ابراهيم كره قدم في النادي الاهلي، واشكر كل العاملين لقناه النادي الاهلي، وعاوز دعوه للنادي الاهلي، النادي الاهلي العالم للانديه، كلنا وراك يا اهلي. طيب على فكره السباحه سوري اهم حاجه في الحياه السباحه،
بالنسبه لاولادنا كلنا من اطفالنا اللي يجي يقول لي عنده 7 سنين وعايز يلعب كوره، لا لا لا، ارمي ابنك في حمام السباحه. بيبني العضلات بتاعته، بيبني الجسم كله، بعد كده الولد يطلع الموهبه بتبان. انا حتى لما اجي اسسه الاقي فيه حاجه واقفه، الاقيش حاجه سكيني كده. أيوة لسه انا حابني عضل. لا، الولد من 7 سنين ل10 سنين لو اترمى في حمام السباحه يبقى انت حافظت على حياته، ممكن قبل كمان 7 سنين حافظت يعني على صحته. والسباحه دي اهم حاجه في الشيء. ولاد وبنات ولينا احنا لحد دلوقتي، ولاد وبنات يا كابتن. كل صح، كل الدنيا يعني. احمد السيد بيقول تنس. مصطفى محمود بيقول كنت لاعب كرة قدم بس كان نفسي ألعب كرة طايرة. ورشاد محمد شاكر صباح الفل والياسمين لكريم الهواند، الكاراتيه وكرة القدم. والله كرة القدم ده أنا كمان، أنا لو تابعتنا في الانترو يا كابتن شريف أنا كنت بتكلم إني بلعب كرة كنت بلعب كرة نسائية. كريم والله. كان نفسي أنت وينج رايت وأنا وينج ليفت. هيثم شتا كرة قدم، وحيد طلعت كرة قدم. ماشي يا كابتن، كنا عاملين شوية أجوان تنزل بقى على اليوتيوب للعمر كله. أيوه أيوه. سامح كان نفسه يلعب سكواش وهو صغير. السيد أحمد شوقي تنس. ومعاذ الهواري نفسي ألعب في ناشئين النادي الأهلي نادي القرن. التنس ده بنلعبه لما نبطل يا لا عندنا 60 سنة نبقى نمسك المضرب. على فكرة التنس ده خلاص يعني. لا طبعا، لا والسكواش اللي حلو. لا والتنس، والتنس برضه السكواش اللي بيخليك. أنا كنت أما أتعور وأرجع ياخدني الكابتن حسني الله يرحمه بقى، ياخدني هنا في السكواش ويدهاني بطيئه اعملها له ومرجعها لي وانا الف ارجع زي الرهوان في الملعب بعد كده. طيب اتفضل. سعيد بيومي كونغ فو، محمد كره قدم، محمود سرحان رياضه الكاراتيه. محمد كره القدم، هاني علي الفروسيه، رضا بقى شعبان. طيب احنا هو طبعا للاسف الوقت بتاعنا خلص قبل ما نقول حتى نص اللي بعتوه. بس الرياضات كلها يعني بتتنوع ما بين خيل وتنس وسباحه وكره قدم، بس طبعا كره القدم برده هي المستحوذه يعني على كالعادة. الاجابات مستحوذه على العالم كله. صحيح. أيوه. حضرتك نورتنا يا كابتن شريف وسعداء جدا لوجودك، وان شاء الله نسعد بوجودك مره ثانيه قريب باذن الله. ثانك يو فيري ماتش. وانا ببقى دايما بحب ان انا ابقى معاكم يعني. نورتنا. وهنتقابل ثاني اكيد سواء في القناه او حتى في النادي، احنا بنحب ان احنا كلنا نتجمع هناك طبعا. يا ريت يعني. في شمس جميله اهي. هيحصل ان شاء الله. في نسكافيه وفي نشكرك شكرا جزيلا نورتنا واسعدتنا. ونشكر اكيد كنت حضراتكم على حسن المتابعه حلقتنا النهارده. يتجدد اللقاء اول اسبوع بقى، وعليك ان شاء الله يوم الاحد حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.